تماشيا مع توجهات مملكة البحرين في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، وحرصا على سلامة وصحة الجميع، يعقد مجلس النواب جلسته عن بعد يوم الثلاثاء القادم، والتي تعد الجلسة الأولى في تاريخ العمل البرلماني في مملكة البحرين التي يتم عقدها عن بعد، وذلك بالتنسيق بين مجلس النواب ومجلس الشورى، تعزيزا للتعاون المستمر في السلطة التشريعية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وتفعيلا لاستراتيجية البرلمان الإلكتروني بعد نجاح مجلس النواب في عقد اجتماعات اللجان البرلمانية وهيئة المكتب والشعبة البرلمانية عن بعد. وقد أنهت الأمانة العامة لمجلس النواب كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الجلسة عن بعد يوم الثلاثاء القادم، والتنسيق مع السادة النواب والجهات المعنية لعقد الجلسة والنقل الإذاعي للجلسة وعبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.